عايض فهد محمد ومشعل الأكيد إن في ثلاثة بيرجعون، والأكيد إن في شخص حيكون مع الجميل جميل العتيبي خلف الباب، واللي أعكد من هذا كله إن اليوم بنقول واحد في أمان الله. الله يديم هالنعم اللي تتماطر علينا، لكن خلوني أعلن الحصانة الآن ومبارك لصاحبها بالعودة من أضيق الطرق. ألف تلريوم مبروك حصولك على آخر حصانة في برايمات الاستديو في موسمه الأول. مش هل تتوقع انها عندك؟ نقول ان شاء الله. ابو ناصر تتوقع انها عندك؟ والله نقول ان شاء الله. استاذ فهد ناخذها من يستاهلها. العظيم والعظيم الله سبحانه وتعالى صاحب كتاب جنون العظمه. تتوقع انها عندك؟ والله نقول ان شاء الله واللي ياخذها يستاهلها. جميل جميل جميل، قنوع الولد يعني الولد قنوع وعطوف وحنون في نفس الوقت. ألف تلريون مبروك الحصانة، وتقفيلة ملفات حصانات البرايمات، وشح عليها اسم. شو الأمور؟ فيه انفضل. فيه انفضل؟ أشهد. شو الأمور؟ انتفاضة. يا ويل قلبي، هذا كله مني انا. والله العظيم نقدر انا اضحك بلا سبب. ما ودنا نفارق خلاص. شو الامور؟ والله الحمد لله انا شكرا. الله يديمها. شو الامور؟ في التنور. في التنور؟ الله من حر. حطب ما يتحلطك. ما تمرة غطا. ما سالتك يا فنان برضو، يعني الواحد يحاول يفل وما هو بوقت ايش؟ بلا يا استاذ معجب. عايض ألف تلريون مبروك حصولك على ايش يا بسام؟ مالك دخل صح؟ الحصانة يا عايض يا أهيب. أرحب. كانت مسك الختام. إي والله. الخطوة الأخيرة. الحمد لله. اللي ودتك للنهائي. هذا بفضل الله. إيش حاب تغرد بها اللحظات اللي بيحفظها التاريخ؟ أشكر جميع من صوت لي، أشكر ربعي، وأشكر أهلي، وأشكر والله أني تعبت وأنا أشكر، لكن عندي رسالة يعني للجمهور. قول. اللي يقولون شو اسمه هذا، اللي يقولون طلع نفسك طلع نفسك طلع نفسك، اقولوا اللي تقولون من بعد التعب راحه. يلا احنا تعبنا لكن ما تريحنا، جتنا المهابيل من هرجة على الساحه، بحنا وضعنا وضيعنا مصالحنا. سلام سلام. من المهابيل؟ جمهور. مجانين الجمهور. مجانين طبعا. جنون الحب
زي الأهلي يسمون أنفسهم جمهور إيش؟ أو مجانين الأهلي. عبر الزمان ستمضي معهم إن شاء الله. مع إن شاء الله مع الكويسين. مع الجم. القلوب البيض. القلوب البيض؟ البيض. أحتاج جلسة معك عشان أشرح لك أكثر عن القلب الأبيض. أوه شيك أنا اللي والله فشرح لك. أنا باقي تعبان ولا لا يا عادل؟ أنت باقي عندك. شوية. حساسيات. مبروك يا عايض. الله يبارك فيك. ألف مبروك وصولك النهائي يا عايض. الله يبارك فيك يا حبيبي. الله يقويك. فهد الوقيص، محمد الدنعة، مشعل القحطاني. طبعا الجميع تصوير